السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مين يا جماعه؟ زي ما عودناكم كل يوم في جديد، ما تنسوش الاشتراك واللايكات والحركات، عايز الفيديو ده يوصل لاكبر. احلى 100 مليون مسا على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس اللي متابعه عندنا وكل الناس اللي مش متابعه عندنا. زي ما جينا قلنا صلي على النبي وصبعك الجميل اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجيلك كل جديد. النهارده ان شاء الله طلعنا المزرعه في شوتس. طبعا احنا عندنا هنا اهو في كلاب هنا للبيع محطوطه في الحب هنا اهو في شوتس، وكلاب استضافه بس، يعني الكلاب اللي ما بتعملش دوشه او ما بتهوهوش بيجيبوها هنا اهو في شوتس استضافه، والحاجات اللي بتبقى معروضه للبيع بس. طبعا عايز قبل ما انضف وقبل ما اعمل اي حاجه في السطح، انا بعمل فيديو عشان اقول للناس لازم تخلي بالها كويس قوي. يلا مين الناس تخلي بالها قوي من اليومين دول، عشان في دور ماشي بيعدي الكلاب وبيعيي، دور برد وبيقلب معاك بالتهاب رئوي، فيا ريت اللي عنده مكان مثلا مكشوف او اي حاجه حاول تقفل المكان او تدفي المكان وتخلي بالك من الكلاب. في كلاب بتلاقي مره واحده الكلب تعب، عندي الكلب الجيرمان الكبد بتاعه تعبان، الكلبه دي معلق له محلول اهو وربنا يا رب الستار. وفي كلب برضو الماستف جاله دور برد وقلب معاه بالتهاب رئوي. طيب العلاج بتاع الالتهاب الرئوي عشان تلحق كلبك او اي حاجه لو لقيته بيكح بس او كده اهو، بتديله 3 ايام ورا بعض في ابره اسمها فورتام وبتديله امبول افيل وامبول ديكساميثازون، عشان انا رحت كشفت على الكلب الماستف ده ولقيت عنده التهاب رئوي، الدكتوره كتبت لي العلاج ده امشي معاه 3 ايام او 4 ايام لغايه ما ربنا يسهل الحال ويتحسن. دوت نتيجا من تغيير الجو الشتاء والسقعه والحر اللي هو ربنا يسترها عليه. طيب انا عشان اطهر المكان بتاعي لازم اول حاجه اعملها اجيب كلور خام وبرش مثلا حسايق عندي المكان، ارش كده اهو كلور، اسيب صورة كلور لازم ارش كده في المكان، بس ما ارشش برده ياما للدرجه عشان ما يتعبش الكلاب، برش كده اهو وبرش قدام البوكسات كده كده. لما برد كده كده لما بتيجي تنضف البوكسات بترش جواها مع الصابون، تدعك بتطلع الكلب وترش وتروح مدخل الايه؟ الكلب تاني. برضو هوري لك كده اهو بتعمل ايه. طبعا عندنا الكلب لقطه طلعت برضه. يا جماعه عندنا 3 قطط للتبني، اي حد ياخدهم لونهم بني. القطه دي شهيه لما يبقى عندك بقى عيل كذاب قوي كده اهو اهو، بص من الكذب بتاعه ربنا عطاله اهو في دراعه اهو. طب طلعت منين القطه؟ يقول لك من هنا اهو، طب ده ما شافهاش لغايه ما طلعت بره، يعني ربنا ستر. يا جدعان يا جدعان اللي القطط الشهيه دي، خش ماما جوه ماما كده. طبعا ده عمر بعد الحادثه عنده شرخ في المفصل بسبب كذبه وحواراته. ده الكلب الجيرمان التقيل ده عنده التهاب في الكبد معلق له محلول، وربنا يا رب يستر يا رب ان شاء الله. ودول الثلاث قطط يا جماعه، 3 قطط لونهم لون العين عسلي والقطط لونهم بني. اي حد يا جماعه عايزهم تبني يا جماعه، عشان انا ماليش في القطط بالله عليكم، اي حد عايز محتاجهم يكلمني اهو. قطط شهيه وقطط بص بتتسلق القفص بيلعبوا جمباز. طيب يلا بينا عشان نكمله. طبعا زي ما جينا قلنا لازم تطهر المكان كويس او الشاعة بالكلور. طبعا هرش برده كده اهو طالما الكلب تعبان، على اساس برده لو في اي حاجه الكلب ما يعديش اي حد. انا طبعا هنا مدفله المكان وقاعده على كبرتايه وبحط له برده انشاره
وبنرشه بقى برده الكلور كده اهو، بس هنا بنسيبه عشان لو في اي حاجه، في اي مرض ولا حاجه الكلور ايه بيطهره. انت لما بتروح العياده عند الدكاتره لازم بعد ما يكشف، يلا كلور بقى بعد ما بيحط، لازم بعد ما يكشف كل الكلب لازم بيطهر كده بالكلور. طبعا هنا في بوكسين انا مغطيهم ليه؟ عشان الناس ما تقعدش ايه تتكلم برضو كتير، عشان الكلاب دي بتتعارك مع كلاب، فبيشوفوا الكلاب وهي ماشيه ويفضلوا يهوهوا يهوهوا عليهم بيعملوا قلبات. طبعا هنا الصوت بيسري غير المزرعه. هات لي بقى بتاعت الميه اللي جوه دي ماما، بتاعت الميه. طبعا انا الحمد لله معايا عيالي ربنا يخليهم يا رب، هم اللي ايه اللي بيساعدوني ونافعيني. طبعا عمر بالعمله بتاعته دي، عمر طبعا راح مريح وما صدق، بس طبعا برضه مش هسيبه، في عنده دراعه اليمين سليم. اه هسيبه الكلور الاول اللي حضرتك لو بعد اذنك. بلوش الكلور كده اهو بالبوكسات متعكة هنا كويس في الجناب وعلى الحيطه. لو عندك في اي حاجه الكلور دوت مطهر كويس قوي اهو. اعمل كده بعد كده اجيب الصابون بس طلع الشجره كده وارش كده الدسوم. وابتدي بقى ادعك كويس. يا مروان لازم الكلور عندك عشان تعرف ان الكلور كويس لازم يعمل ابيض في الارضيه، لازم كده اهو. لو الكلور ما عملش ابيض يبقى الكلور ده كده مش شغال، يبقى الكلور ده تعبان، لازم يعمل ابيض في الارضيه الكلور. بنضف بالمساحه ونروح ندخل الكلب. طبعا احنا هنا عندنا ثلاث حكايات، بتبولان للبيع، ودكر بيتبول، ودكر جولدن، ودكر روتي. يلا ماما، يلا يلا ماما، يلا حبيبتي، يلا. الكلاب بتطلع بتبقى مش عايزه تخش، طبعا ده طبيعي لان الكلب بيطلع بيبقى عايز ايه؟ عايز يطلع يتهوى بره يلعب. النهايه دي بلو. وعندنا ماشي يا بابا يلا. اه دي نتاية نتاية بيتبول برضو تانية، برضو النتاية دي بتتعارك مع كلاب. عندنا النتايتين دول بيتعاركوا مع كلاب دول. تعالي هنا ما تطلعيش بره ماما، تعالي. النتايات دي داخلين على حيطة خلاص. زي ما جينا قلنا بره، هجيب الكلور الاول ارشه كده اهو، بعد ما يكنس ارشه في الحيطان وفي الجناب اهو. اهو تعالي تعالي تعالي، لو سبته شويه اهو بص بيعمل ابيض اهو، اهو زي ما انت شايف اهو بيعمل ابيض. تستنى شويه كده اهو عليه تلاقي عمل ايه؟ ابيض. واروح حاطط الصابون وكل وال والديتول. اوعى يا ماما. انا كده بعمل ايه؟ بحمي المكان بتاعي وبحمي الكلاب بتاعتي عشان ما يجيلهاش ايه؟ اي حاجه. يلا. خلاص جايبين دم اللي فيا النهارده كده بتاع، ممكن يكون اول يوم جايبه دم، يعني اللي هياخد اي حاجه من دول ربنا يرزقه
ياكل تنظف عنده ويجوز على طول. يلا يلا سيبهم سيبهم دلوقتي عبال ما نخلص، سيبهم عبال ما نخلص ونبقى ايه. هات الجروة الجروة يلا، في جروة برضو اهي جروة دي 3 شهور ونص. تعال تعال تبدأي شرحة جاية هتدوخينا حد لما نيجي نتفرج ندوخ ناتر فوق رايح جاي رايح جاي. يلا طبعا انا هنا بعمل برش في البوكسات، طبعا وانا برش في البوكسات اروح رشش على السيراميك واسيب السيراميك عبال ما انا اخلص كله خالص، يكون السيراميك هنا عمل ايه؟ شرب الكلور غسيس الكلاب اللي بتبقى سايبه هنا اهو، التكات ايه؟ ياخدوا بره والسيراميك يبقى مطهرين. جدع مروان في الجناب والزراقه مروان، لازم اهم حاجه الناس اللي بتنظف تنظف كويس قوي في الزراق بتاعه البوكسات والجناب. يلا بابا تعالى، انت مش هيعمل لك حاجه. والكلب الرد ده برضه اهو، ده الكلب اللي كان في المزرعه الشرسه، كلب فيه صحة اهو زي ما انتم شايفين، يعمل بس ايه يعمل بيبي. ما انت عمال تديها بس مواعظ، ما تخافيش يا زينب، اقفي بس من جنبك مش هيعمل لك حاجة، وانت واقف هيعمل بيبي على نفسك. كلبي يا كلبي يا ابني الكلب، يا عم بص قدامك ما تخافش ما تخافش، لو جه عطك هلحقك. ادعك بس جوه خالص كده في الازرار كويس، ايوه شاطر. كلبي يا كلبي يا كلبي، انا بحبك يا ابني الكلب، كنت هجيب لك كلبه انتايا عشان تعيش العمر معايا. هات يا حمادي. طبعا الاثنين اللي قدامكم دول واقفين زي الالف مرعوبين من الكلب الرد ده، بورم بيت اسحب يا حماد. ماشي يبقى برضه يا جماعه عشان الناس اللي ما سمعتش في الاول تسمع برضه في نص الفيديو او في اخر الفيديو، كلبك لو لا قدر الله جاله كح حسيت اللي هيخش مثلا على التهاب رئوي طبعا انت ما تعرفش، وطبعا العلاجات دي طبعا قلنا الناس فيها زين. الكلب لو حسيت اللي دخل على دور برد بيكح هيبتدي يكح كحه، هتديله هتجيب له ابره فور تام وافيل وديكساميثازون، تحط الاثنين على بعض ودي لوحديها تديله 1 جرام 3 ايام او 4 ايام هتلاقي الكلب ان شاء الله كويس. انا كده كده الماستر دوت لسه من امبارح ابتديت معاه في الكورس، لقيته برضه كده بيكح، وبتلاقي الكلب بتاعك بيكح وبيرجع زي عصاره كده اهو، ربنا يسترها يا رب على كلابنا وعلى كلابكم. يلا زينة تعالي كده شويه حبيبتي، حركي ما تخافيش الكلب بعيد عنك. يلا روحي يلا بابا يلا بابا خش جوه يلا تعالى تعالى يلا جوه يلا جوه جوه يلا شاطر. اي خدمه اي خدمه، قلت لكم 100 مره لما تقفلوا اقفلوا التباسيل هنا انتوا بتكسروا. طبعا فيها علاج برضو اللي هو منشط الكبد برضو دوت، ممكن نديه مثلا لو لقيت الكلب مثلا قطع اكل او حاجه
او مثلا هو عامه عشان تعرف ان الكلب بتروح مثلا بتعمل له تحاليل دم هو ده اللي بيبان. طبعا ان هو بيبقى منشط الكبد كويس مع منشط الكبد. انت كده دخلتي جوه الازازه ما حدش انت شايفه الاسم طيب؟ لا ها؟ الاسم واضح؟ لو مش واضح هديلك قلمين لان انا مش شايف حاجه اهو الاسم اهو دوت منشط كبد. لما بتلاقي الكلب مثلا همدان شويه او حاجه تدي منه ما فيهوش اي ايه اي ضرر. طبعا دوت بنستمر معاه الاقراص بتاعته بتبقى ايه اجمد من الـ من الـ الشرب بتاعه. تعالى زي ما انت شفت كده السطح اهو الحمد لله بعد ما نضفنا. اهم حاجه لازم تعقم كويس السطح بالكلور لازم سواء عندك مثلا حاجه تعبانه ولا ما عندكش حاجه تعبانه المهم تعقم السطح بتاعك كويس. سيبها بقى سيبها سيب 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 دخل بقى الكلاب. ما تنسوش خلي بالكم من الالتهاب الرئوي من الجو دفي الكلب كويس ولو لا قدر الله حاجه حصلت هتدي فورتام وابره وامبول اكساميثازون وامبول افيل دول مع بعض الاثنين بيتحطوا على بعض ويتقلبوا والفورتام ده لوحده بتدي الكلب 3 4 ايام حسب مثلا لو انت ما قدرتش ان انت تروح لدكتور او حاجه. والدواء ده بتاع تنشيط الكبد لو في اي حاجه مثلا عندك لقيت الكلب همدان في اي حاجه مثلا بيعمل حمام زي الدم كده اهو ده بيبقى خلاص كده عنده التهاب في الكبد. هتديله من دوت في منه قراص تديله كل يوم قرص وربنا يسترها علينا وعليكم يا رب وما يجيبش لحد حاجه وحشه. ويمكن نكون انتهينا من حلقتنا النهارده. النهارده ولا كلكم استمتعتوا بمعنى بينا هنا يا سادتي وسادتي. استمتع حلقتنا اليوم والى اللقاء في الحلقه القادمه.